الراديو 90 90 هواها مصري. يا مساء الخير والنجاح على كل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها معاكم زي ما انتوا دايما متعودين، كل يوم سبت من الساعة 12 للساعة 1 بنكون معاكم رغدة ورضوى. ويعني وحشتوني جدا جدا من الأسبوعين اللي فاتوا، وكنا معاكم من شرم الشيخ. ومساء الفل يا رغدة، وحشتيني جدا. وانتي كمان يا رضوى، جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة من شرم الشيخ، وطبعا مبروك لنجاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نسخته الثالثة وعقبال الرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله. وعلشان كده احنا النهاردة معانا شباب كانوا مشاركين في المنتدى، ويمكن كانوا مشاركين المرة الثانية كمان مش للمرة الأولى فقط، يعني بسبب ان مشروعهم مهم جدا جدا ومفيش اي حد ممكن يستغنى عنه. اي حد عنده فكرة، عنده مشروع، عنده شركة ناشئة، لازم اول حاجة بيفكر فيها انا عايز اعمل تطبيق موبايل لمشروعي او لشركتي. عشان كده احنا النهاردة معانا أندرو خزام وحازم طه، مؤسسي ويب أوبس. بالظبط، ويب أوبس من الشركات الناشئة اللي شاركت في منتدى شباب العالم، لكن غير كده كمان هم عندهم قصة نجاح مهمة جدا هنحب ان احنا نعرفها منهم، هنحب ان هم يحكولنا عليها. اكيد كمان هيحكولنا عن مشاركتهم في المنتدى، بس يحكولنا اكتر هم ازاي بدأوا ويب أوبس وبيعملوا ايه، وايه اهم التطبيقات والابليكيشنز اللي هم عملوها وبتساعد في ايه. عشان كده احنا بنقول لكم يا ريت تتابعونا النهاردة في حلقتنا على الراديو 90 90، وتشاركوا معنا كمان في سؤال حلقتنا، قولولنا كده ايه اكتر تطبيق او ابليكيشن فادك على الموبايل وحسيت انه وانت بتستخدمه سهل عليك حياتك وسهل عليك حاجات كتيرة من اللي انت بتعملها بشكل يومي. ابعتولنا على 199 رقم الرسائل، والراديو 90 90 دي صفحتنا على الفيسبوك. أندرو وحازم عندهم قصة جميلة جدا، عندهم تفاصيل كتير قوي قوي هنعرفها منهم، وهنعرف قد ايه يعني احنا دايما بنبقى موجودين في يلا بينا بنتكلم مع اصحاب الشركات، بنتكلم عن الابليكيشنز اللي هم عملوها، التطبيقات اللي هم عملوها، لكن انه يكون معانا بقى الشباب اللي بيعملوا التطبيقات دي، ف يعني دي اكيد هتكون قصة مختلفة هنسمعها منهم بقى من وجهة نظرهم ازاي بيعملوا الابليكيشنز اللي كلنا بنستخدمها. هنطلع فاصل ونرجع على طول نبدأ حلقتنا مع أندرو وحازم. يلا بينا على الراديو 90 90، لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى، ونهاردة بنتكلم عن ويب أوبس، الشركة الناشئة اللي هدفها انها تعمل وتصمم وتطور تطبيقات الموبايل لكل الشركات الناشئة، لكل اصحاب المبادرات، لكل اللي عنده فكرة جديدة وعايز الفكرة دي ما تبقاش فكرة تقليدية، عايز يستخدم فيها التكنولوجيا. سؤال حلقتنا، قولولنا ايه اكتر ابليكيشن او اكتر تطبيق فادكو في حياتكو اليومية. 199 ده رقم الرسائل، والراديو 90 90 دي صفحتنا على الفيسبوك. أندرو خزام وحازم طه مؤسسي ويب أوبس منورنا. مرسي يا جماعة. مرسي. انا مبسوط جدا ومتشرف جدا ان احنا معاكم النهاردة في برنامج يلا بينا رغدة ورضوى، يعني انتوا بجد جمال جدا يعني جدا فعلا. تسلم تسلم يا أندرو. طب احكي لنا بقى يعني مين اللي هيبدأ، أندرو ولا حازم؟ احكي لنا حكاية ويب أوبس بدأت أندرو ازاي. احنا بقالنا دلوقتي سنتين الحمد لله في السوق. ويب أوبس من الاخر هي بتعمل كل الموبايل أبليكيشنز وكل الويب سايتس. العميل ممكن يجي لنا بفكرة من الأول، هو بيبقى عنده بس فكرة، يعني مثلا أنا عايز أعمل عيادتي على موبايل أبليكيشن، أنا عايز بنسمع حاجات كده يعني أنا عايز أتابع حركة بيع البياعين. بناخد الفكرة ديت، بنقعد نسأل أسئلة كتيرة جدا عليها. بعد الأسئلة ديت بنبدأ نرسم الحاجة دي على ورقة وقلم، نقعد بقى طب احنا هنروح من هنا لهنا، هنعمل كده. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون بنعمل حاجه جديده كل مره، مش ان احنا نمسك ابلكيشن موجوده ونقلدها. فما يميزنا يعني ان احنا بنبقى بنعمل حاجه دايما فريده من نوعها، دايما كل مره الابلكيشن بتبقى كل مره من البدايه حاجه جديده لكل واحد. الحاجه الثانيه ان العميل بيجي لنا بنعمل له من اول البراندنج لغايه لما الابلكيشن، من بدايه فكره كمان مش براندنج، لغايه لما بتطلع في السوق. الحاجه الاخيره ان احنا بنبقى في عندنا كل حاجه، هو مش محتاج ان هو يعمل جزء عندنا ويعمل جزء بره وهكذا. يعني ادينا كده مثال يا أندرو، ناخده كده معاك واحده واحده من اول ما العميل بيجي لكم.
يكون مثال على حاجة انتوا عملتوها لشركة ناشئة مثلا وتقول لنا كده ايه اللي بيحصل. عندي مثالين حلوين قوي. في شركة اسمها نيوتيفيت، ده عميل جالنا قال لنا انا عايز اعمل عيادتي، هو دكتور تغذية، عايز اعمل عيادتي اونلاين. فاحنا طبعا يعني ازاي هنعمل ايه بالظبط؟ تفاصيل اكتر يا ريت. هو واخد ماسترز في UCLA ومحتاج ان هو يعمل بس الابليكيشن بتاعته بدل ما الناس تجيله العيادة انه يقابل الناس اونلاين، ومن هنا اتعملت ابليكيشن نوتيفيت. ده الفكرة لشركة ناشئة. مش بس للشركات الناشئة، برضو بيجي لنا حاجات لشركات اكبر من الشركات الناشئة، زي شركة اسمها بيكو اللي هي بتاعت التلاجات والغسالات، قالت لنا احنا عايزين نتابع حركة بيع البياعين. فاحنا نعملها ازاي؟ احنا هنعمل قعدنا نرسمها معاهم، طبعا نتابع ازاي حركة بيع البياعين، قعدنا نرسم معاهم الموضوع من الاول. هو بالظبط كانت جملة، عايزين نتابع حركة بيع البياعين ازاي، ما نعرفش ليه لسه مش فاهمين قوي. فقعدنا معاهم كذا ميتنج، وبعد ما قعدنا معاهم فهمنا في الاخر انه اللي بيتعمل ان احنا نقعد نعمل كذا خطوة، كذا شاشة ورا بعض، لغاية فهمنا ان في باركود بيتحط على العلب، والبياع كله هيعمله هيمسك الموبايل يسكان الباركود، يطلع في الاخر فيتعرف ان فلان أندرو باع كذا، حازم باع كذا. بالظبط بالظبط. جميل. طيب ده يخلينا نروح لحازم ونتكلم اكتر معاك عن بدايه ويب اوبس. يعني احكوا لنا كده انتوا درستوا ايه، بداتوا الشركه ازاي، ايه اللي خلاكم تقرروا انكم تبقوا عندكم شركه ناشئه وتدخلوا مجال رياده الاعمال. احنا تعرفنا على بعض في شركه كنا بنشتغل فيها مع بعض انا واندرو. كنا بجانب شغلنا كنا بنشتغل فريلانسنج كتير مع بعض. احنا الاثنين كان من الاول اصلا كنا احنا الاثنين عايزين نعمل حاجه بتاعتنا، احنا عايزين نعمل حاجه كده، بس الفكره كلها ان كل واحد فينا كان خايف لوحده، فكنا بنشجع بعض. فجينا في فتره كان شغل الفريلانسنج اللي كان معانا اللي بعيد عن شغلنا الاساسي كان كتير جدا علينا، فقررنا ان احنا نسيب الشغل اللي احنا فيه ونبدا نركز اكتر في الحاجه دي. بس ما كانش فيه الفكره العامه لفكره شركه، كنا قلنا هنشتغل شويه ونشوف الدنيا هتودينا لحد فين. بعد ما بدأنا نشتغل كان معنا بروجكت تو بروجكتس في الأول، بعد كده الدنيا بدأت تكبر أكتر، فلقينا لا احنا محتاجين تيم معانا، احنا محتاجين يبقى فيه أكشلي شركة على الأرض بقى، مش مجرد فريلانسرز ناس هتشتغل. فبس بدأنا كنا احنا اتنين وكان لنا شريك تالت كان معانا في الأول، بعد كده شريكنا التالت ده مشي بقينا انا واندرو بس. بعد كده بدا التيم ودخل الجيش يعني. احنا الجيش ده احنا لسه ناخد من ناس كتير، ياخد مننا ناس كتير قوي فعلا. فبس فبدأنا بقى ايه، جبنا حد واحد اتنين، بدأ التيم يكبر شوية، الشغل بدأ يبقى اكتر، فبدأنا نكسباند اكتر. كنا الاول خالص في مكتب صغير، كنا في مكتب الاول في مصر الجديدة، بعد كده رحنا مكان اسمه جريك كامبس وسط طبعا البلد. مبنى اليوناني للجامعة الامريكية. بدأنا في الاول خالص في اوضة 10 متر تقريبا، يعني حتة صغيرة جدا. نفسي احكي قصة البين باج حازم. كنا بنقعد جوه، كان في بين باجز، كنا فاكرين بين باجز ما بتاخدش مساحة. فجبنا احنا الشركة، يعني فاكر كويس قوي بدات بكام، معلش نفسي اقول الكلام ده. يا ريت احنا الشركه بدات ب 12000 جنيه. انا فاكر بالظبط. بدات ب 12000 جنيه وما كانتش فلوس بتاعتنا حتى، كان مشروع اخدناه جديد. قلنا مش هناخد الفلوس دي في جيبنا فريلانسنج، احنا هنحطها في الشركه. بس خدنا ال 12000 دول جبنا بقى بيهم بورد وبين باجز ومش عارفه ايه، واسسنا بيهم الشركه. بالظبط اسسنا بيهم الشركه فعلا. انا فاكر ده الرقم اللي كفى الحاجات دي. فده معناه اتفضلي يا رضوى. يعني هم يا رضوى بيقولوا كلام مهم جدا. لانه في ناس يقول لك يا عم 12000 جنيه هنعمل بيهم ايه، دول ما يجيبوش حاجه، ما يعملوش مشروع. فانتوا بتقولوا رساله مهمه جدا لكل شاب بيسمعنا، يعني ابدا يلا بينا باي مبلغ معاك اشتغل. وعلى فكره كنا ممكن نبدا باقل. انا فاكر ان احنا صرفنا في الاخر 7 ولا 8، 5 اسسنا بيهم الشركة، والثلاثة التانيين جبنا بيهم بين باجز في المكتب العشرة متر ده، والانترنت بقى والانترنت والراوتر وحاجات الاول. بس كنا فاكرين بقى ان احنا يعني المكان بقى 10 متر ده واسع وكده، يعني كان عندنا البين باجز ديت اول ما نقعد عليها المشكله ان هي بتفرش شويه. فاحنا يعني اتنين بيخشوا بالعرض في المكتب
خلاص خلاص المكتب خلص خلاص بالظبط. وطلعت بتاخد مساحه البين باج. بتاخد مساحه وتعلمنا كده بس اتعلمنا يعني بطريقه صعبه شويه. لسه موجوده ولا تخلصتوا منها؟ لا موجودين لغايه النهارده. الحاجات بتاعت اول مره دي كل ده موجود مش عارفين نرميها لازم نخليها. بس مكتب 10 متر ده كمان شويه كبرنا احنا مكتب 20 متر بعد كده واحنا مكتب 50 متر بعد كده مشينا بجريك خالص ورحنا بقى عندنا شقه بقى كبيره بقى فيها مكانكم مكاننا دلوقتي 200 متر الحمد لله. ده اللي فيه دلوقتي ده خلال قد ايه؟ سنتين. سنتين خلال سنتين نقلنا خمس مرات بالظبط خمس مرات خمس مرات وكل مره بتنقلوا كنتوا عارفين ان انتوا لا ده مكان مؤقت وهنروح مكان اكبر. ده حقيقه بس الفكره ان احنا ما كناش عارفين ننقل امتى. احنا رحنا بالزبط. المكان اللي احنا فيه دلوقتي انا وحازم حتى قبل ما نخش النهارده حازم احنا هنعزل كمان سنه بيقول لي لا كمان سنتين. فاحنا ما بنبقاش عارفين قوي امتى هتبقى الخطوه اللي جايه. بس ايه اللي بيحركوا بيخليكوا مؤمنين بان انتوا لا احنا هنكبر وهنكمل؟ يعني ايه الحافز اللي موجود دايما كده في بالكوا بيخليكوا مؤمنين ان انتوا فعلا هتكبروا وهتبقوا شركه كبيره؟ احنا بنحب جدا اللي بنعمله يعني بعيد عن اي حاجه خالص. احنا شغلنا احنا بنحبه قوي فهو حتى الموضوع بالنسبة لنا أكتر من هو شغل وأي حاجة تانية هو إحنا بنستمتع باللي إحنا بنعمله. فالمكان ده بالنسبة لنا دلوقتي بقى عامل بالظبط زي البيبي فهو ده مكاننا. لا هو الطريق الوحيد إن إحنا نوصل إن إحنا نكبر الطريق الوحيد إن إحنا نعرف نحقق فيه الحاجة اللي إحنا عايزين نعملها. مفيش اوبشن تاني. ونقل المكان بالنسبه لكم يعني بيبقى نقله كمان على مستوى بقى الشركه وحجم الشركه بالزبط. في السوق والعملاء اللي بالزبط. يعني مش مجرد نقل مكان وبس يعني بالزبط. بتغيروا من مكتب لمكتب بالزبط. هو احنا كنا خدنا قرار السنه اللي فاتت افتكر ده الحاجه اللي كانت ميزانا قوي في جريك كامبس. احنا كان كل شويه يجينا شويه فلوس الفلوس دي كنا ممكن نعمل بيها حاجات كتير. كل مره كنا بنفكر ان الفلوس دي هنستخدمها في ان احنا نوسع المكان. فممكن اقول لكل الشباب اللي بتبدا هي مش بس الفلوس اللي هتبقى العائق خالص بالعكس بس المثابره. صابر هتنال دايما انا متاكد ان انا بقوله دوت. يعني احنا كنا بدانا في مكان 10 متر كمان 3 اسابيع قررنا انا وحازم جالنا بمشروع كبير شويه فقلنا خلاص احنا نجيب مكتب 20 متر وما جبناش بس مكتب 20 متر جبنا اتنين معانا كمان والناس دي يعني معظمهم معانا لغايه النهارده يعني هم سامعين النهارده عمل كمان وفرص للشباب حلوه جدا. بس فما كانش دايما القرار ان احنا نخلي الفلوس دي ان احنا نخليها لينا او ان احنا نكون بنشتري او تصرفوها او نصرف في اي حاجه كنا دايما بان احنا نقول لا نجيب مكان اكبر دي يعني للمشروع او للشركه للشركه دايما دايما. هايل. قبل ما نطلع فاصل خلوني اسالكوا عن الاسم ويب اوبس ايه معنى الاسم ده عندنا كتير قوي ان احنا نفكر فيها. هو الحقيقه احنا في حاجات قرارات يعني بتطلع في اوقات غريبه واماكن غريبه. بس ويب اوبس يعني من الاخر ويب اوبريشنز ان احنا بتوع الويب بس الفكره ان احنا بقينا مركزين كمان في الموبايل ابلكيشنز بس يعني الناس بقت عارفه ان ويب اوبس هم مالي علاقه بالويب سايتس او الموبايل ابس وغالبا اللي بيعمل ويب سايت بيعمل ابلكيشن يعني بيطلب الاثنين ولا ممكن حد يطلب واحد بس فيهم ممكن حد اوقات في ناس بتبدا بالموبايل اصلا هو التارجت اودينس بتاعه اكتر ناس على الموبايل او الفكره بتاعته تنفع اكتر على الموبايل وفي ناس بيبقى مش محتاج موبايل ابلكيشن فبيبقى عايز يبقى على الويب سايت وفي ناس بتبقى عايز يعمل الاثنين فهي ديبندز على الفكره وهتفيد فين اكتر وعلى المناقشه اللي بدور بينكم وما بين العميل يعني حقيقة. ممكن تقنعوه لا طب اعمل ابلكيشن احسن من ويب سايت يعني بيكون ليكوا راي في الموضوع دايما احنا دايما بقلينا الانبوت بتاعنا نحكي لكم اكتر على الانبوت يعني أكيد. اوكي بعد الفصل يلا بينا يلا بينا على الراديو 90 مع ويب اوبس ومعانا اندرو خزام وحازم طه مؤسسي ويب اوبس بيحكوا لنا اكتر عن تطبيقات الموبايل وازاي اي حد عنده فكره عنده مبادره عنده شركه ناشئه عنده مشروع يقدر ان هو يعمل تطبيق موبايل لمشروعه او ويب سايت. وطبعا سؤالنا ليكم النهارده في حلقتنا يلا بينا ايه تطبيق الموبايل اللي بتستخدمه وتعتمد عليه ومفيد وسهل لك حياتك جدا جدا؟ عندنا يا رضوى رسائل كتيرة جت لنا على صفحة الراديو 90 على فيسبوك. منى بتقول واتساب كمان محمد خيري بيقول واتساب السيد محمد بيقول القرآن الكريم بقيت بقراه من خلال الابليكيشن عبيدة سعدة بتقول انستجرام طاهر علام بيقول لينكد ان يعني معظم الناس مختارين سيف ابراهيم بيقول يوتيوب وامواج مختارة بعض الابليكيشنز للمواصلات يعني
الحقيقة احنا عايزين اكتر يا جماعة تركزوا معانا على الابليكيشنز اللي ليه علاقة بالرياضة بالتغذية بالشوبينج. يعني ليه كله سوشيال ميديا؟ يعني في حاجات تانية كتيرة ممكن تستخدموها وتسهلكوا حياتكوا عن طريق الابليكيشنز او تطبيقات الموبايل، مش كده يا أندرو ولا ايه؟ ده حقيقة جدا. يعني انا فاكر كايرو رانرز وهم مجموعة من الشباب بيعملوا زي حملات يجروا في الشارع وكده، قلنا كانوا معانا يلا بينا. حلو قوي. هم قلنا بفكرة جميلة جدا، قالوا لنا احنا عايزين نعمل موبايل ابليكيشن نخلي نجمع الناس وان هم يجروا، مش بس لما كايرو رانرز تعمل ماراثون او حاجة بس اي وقت. فعملوا ابليكيشن جميلة جدا كان اسمها ستريك، هي لسه موجوده بس هم مش بيستخدموها دلوقتي. اشجعهم جدا ان هم يرجعوا يستخدموها ويقوموها، يا ريت، محتاجين سبونسر يعني. من الاخر بيخلوا الشباب يجروا، وكل ما الشباب تجري اكتر بيجمعوا نقط اكتر. بمعنى هي مدينه اسمها مدينه ستريك، هم ده الكونسبت اللي احنا عملناه معاهم. يعني هي مدينه افتراضيه. مدينه افتراضيه بالظبط كده، في فيديو بيشرح الموضوع بالتفصيل فحاول على قد ما اقدر ان انا اشرحه. يعني المدينه دي بتبقى كانها مش مبنية خالص، وكل ما الناس تبدأ تجري أكتر وتساهم في المجتمع المدينة دي بتبني. ليه مدينة؟ عشان هم المدينة لما بتكمل خالص بيروحوا مثلا لمستشفى 57-53، بيروحوا أي مستشفى خيرية وبيمسكوا الفلوس اللي هم اللي جمعوها وبيتبرعوا بيها للمشروع الخيري دوت. فهي فعلا بتبقى مدينة كأن كل الناس اللي بتساهم، اللي رايح شغله بيستخدم الابليكيشن، اللي بيروح الجيم بيلعب اي حاجة، كل واحد بيجري او بيعمل اي نوع من انواع المشي او الجري بيسجلها في مدينة ستريك، وبعد كده بتساهم في حاجة خيرية. حاجة خيرية. طب عايز افهم ازاي الفلوس بتيجي منين؟ من السبونسر. ماما كانوا محتاجين سبونسر عشان كده، عشان يبقى في فلوس تدفع كتبرع يعني للاماكن دي عن طريق الناس اللي بتجري. مظبوط. بس مش هم اللي هيدفعوا، يعني مش اللي بيجري هو اللي بيدفع. لا لا، اللي بيجري ده من الاخر كل ما هيقعد يجري هو. من الاخر بنقول ان انت الجري ده بيترجم حاجه اسمها كروكس، زي النقط كده. النقط بالظبط، النقط اي حاجه، والنقط ديت بتترجم فلوس. فكان عاملين اعلان لذيذ كده، الكروك بجنيه ولا الثلاثه كروك بجنيه. والكروك ده انت بتتبرع بيه، فانت مش بس حاسس ان انت بتجري، انت بتجري وبتشارك كمان المجتمع بتاعك في ان انت تعمل حاجه احسن. حلو قوي، فكرة عظيمة يعني. ولكن هل برضو التطبيق ده بيسمح للأفراد ان هم يتجمعوا مع بعض؟ يعني لو هم ساكنين في منطقة واحدة مثلا، ساكنين في المعادي، يعرفوا يتفقوا ويجروا مع بعض؟ بالضبط. كان في جزء من الابليكيشن ده كان في تيمز، كان ممكن انت بتجمع اصحابك وتعملوا تيم، زي ما في ليدر بورد او في سكورز للانديفيديوالز، الافراد اللي كل واحد لوحده، في برضه سكورز لكل تيمز. فانا في المعادي مثلا هجري انا وخمسه سته من اصحابي، فبنعمل تيم وبنجري مع بعض، ففي سكور ليا انا لوحدي وكلنا في بعض في تيم، في سكور للتيم بتاعنا، سكور بيبقى اعلى اكيد عشان احنا جماعه. بالزبط. وفي جوائز كمان اللي بيكسب، يعني التيم اللي بيكسب بيبقى ليه جايزه، والفرد اللي بيكسب في الاوائل ليه جايزه. طبعا احنا عملنا فريق ويب اوبس، طبعا جرينا صفر ولا مش فاكر، غالبا كان في ناس بتجرب بس حوالين المكتب يعني عشان نجرب. وفي ناس كانت بتستخدم جي بي اس فيك بقى، ما علينا مش مهم الحاجات دي. يعني انتوا بقى اصحاب الموضوع فاهمين. حلو جدا. يعني عايزه اتكلم معاكم شويه في فكره انه احنا دايما بنستضيف رواد الاعمال بيقولوا لنا ان هم عملوا ابلكيشن، لكن الجديد بقى ان انتوا اللي معانا، يعني الناس اللي بتصمم الابلكيشنز دي هي اللي معانا. فاحكوا لنا ده بياخد منكم وقت قد ايه؟ فكره انه عميل يجي لكم بفكره او رائد اعمال يجي لكم بفكره وعايز يحولها، بتبقى الموضوع صعب ولا سهل عليكم انكم تعملوا ده؟ ويعني الجهد اللي بتبذلوه والوقت اللي بتاخدوه قد ايه؟ ده سؤال هو فعلا حلو. يعني انا كان نفسي عميل يخش عليا ويقول لي السؤال بالوضوح دوت. ممكن عميل اصلا يا اندرو يدخل عليك انا عايز الويب سايت في يومين. ده حصلت وبتحصل كتير جدا يعني، اللي هو مش منطقي. يومين ايه؟ حصلت صدقني الاسبوع اللي فات، بس مش مشكله. هو الفكره ان كل ابلكيشن وكل عميل يفرق عن الحاجه الثانيه. احنا نشبه شويه بالترزي بجد، مش بهزر، ان يقعد يبني حاجه ورا حاجه ورا حاجه فنعمل حته كبيره. القماشه والفكره عامة العميل بيبقى عنده حاجة صغيرة جدا منها، بس احنا بنقعد بقى نضيف عليها، وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى معقد شوية.
مثلا حد زي شادي برضو اللي هو عايز يعمل ابلكيشن او كايرونرز، انا عايز اعمل ابلكيشن تجمع الناس في الشارع يجروا، او انا عايز اخلي الناس تخس اونلاين. الفكرة اتقلت ببساطة ووضوح في جملة، بس انا لازم اكتب بقى ورق كتير جدا وتفاصيل كتيرة جدا عشان اتخيل معاه ده هيتعمل ازاي. فاحنا اول ما بيجينا بنقول له هل انت جاهز بالفكرة مش جملة بس، هل انت كاتب تفاصيلها ومتخيلها بالتفاصيل المملة؟ لو هو مش متخيلها بنقعد بقى نكتبها معاه بالتفاصيل اكتر. بعد ما بنكتبها بالتفاصيل اكتر بنقدر نحدد ده هياخد وقت قد ايه. في حاجات ممكن تاخد شهر، حاجات ممكن تاخد شهرين، حاجات ممكن تاخد ستة، حاجات ممكن تاخد سنة. Yeah. على حسب كل ابلكيشن ما احنا عاملين زي قلنا طبعًا. الترزي وفي حاجات بتتعدل، يعني تقعد مع العميل يقول لك لا انا ما كنتش قصدي كده، انا مش عايز كده. كل يوم ده حياتنا كل يوم نشوف حازم بيهز راسه جامد. هو الفكره ان احنا اوقات كتير كمان بنحدد معاه اولويات، يعني هو ممكن بيبقى جاي عايز يعمل 20 حاجه، فاحنا بنقول لا انت مش محتاج تعمل كل ده، انت ممكن مثلا تبدا بالحاجتين دول، تشوف الناس او تشوف انت هل ده اللي انت عايزه ولا لا، وبنبدا نشتغل معاه بقى حته حته كاننا بنبني معاه سنه سنه. خلاص تعال نخلص الحته دي، بعد كده نسلمها، بعد كده نشوف ايه الفيدباك بتاعها، بعد كده نبدا نشتغل على الحته التانية. الفكره ان اوقات ناس كتير قوي بتبقى جايه هو عايز كل حاجه، انا عايز اعمل كل حاجه دلوقتي، انا مش هينفع استغنى عن اي حاجه، فبياخد مننا شغل ومجهود ان احنا نحاول معاه ان احنا نفصص. طب لا فصص فكرتك شويه، انت مش محتاج تعمل كل ده، الموضوع ده هياخد منك وقت كتير جدا، فلا اشتغل في حته، اعمل حته صغيره، بالذات الناس الناشئه كمان، ان انت محتاج تنزل السوق وتشوف الناس عايزه اللي انت بتفكر فيه. ايوه النقطه دي مهمه قوي يا حازم، يعني في اصحاب مشروعات كتير وشركات ناشئه بينورونا هنا في البرنامج، فيكون بيطلق النسخه التجريبيه بالزبط. من تطبيق الموبايل بالزبط. هل المرحله دي مهمه يعني بتقترحوها على كل العملاء بتاعكم؟ جدا. احنا يعني قبل ما نبدا ويب اوبس في كتاب مهم جدا قعدنا نقراه كان بيشرح لنا المواضيع دي كلها، ان الموضوع التجريبي دوت ان احنا نقعد نجرب الحاجه في الاول ده حاجه اساسيه، عشان اول حاجه ضيعان الوقت والفلوس، ده حاجه بتبقى يعني محبطه جدا لاي حد صاحب شركه. فهو مثلا بيقول انا عايز اعمل عربيه النهارده، عربيه كامله بتمشي، اقول له لا انت محتاج عجله، انت مثلا الاول محتاج سكوتر كمان قبل العجله، وبعد كده نعمل عجله، وبعد كده العجله نعمل مثلا عجلتين ما اعرفش ازاي، وبعد كده نعمل عربيه. بس ما تاخدهاش مره واحده وتقول انا عايز اعمل صاروخ واطلع بيه القمر وانت لسه يعني عندك فكره ومش عارف ما مدى نجاحها، عايز تجربها، عايز تفشلها وتعرف ايه اللي فشل فيها وايه اللي هينجح فيها، عشان من فشلها ومن الحاجات اللي هتقع فيها هتعرف توصل لنجاحها. وده هيرجعنا تاني الويب اوبس، انتوا نفسكم عملتوا كده في بدايه مشروعكم؟ احنا ويب اوبس يعني عايز اقول لكم اول سنه كنا لسه بنحكي حتى في الفاصل ان احنا اول سنه دي كانت عامله زي البيبي بالظبط، الشركه بدات بفلوس قليله جدا، عندنا التزامات وايجار وموظفين، فالبيبي في الاول بيبقى لسه بيحبيه، بعد شويه بيقوم بيبدا بقى يقع شويه، وبعد ما بيقع كتير جدا من كتر ما بيقع بيعرف يظبط زواياه، بيفهم انا لما عملت كده وحطيت رجلي ورا رجلي وقعت. نفس الكلام بيتطبق على الشركات الصغيره، فهو مش طبيعي ان هو يقوم ويجري مره واحده، فعشان كده بنقول لا ابدا باصغر حاجه، قوم حاول بس تقوم تقف وتاخد خطوه واحده. او ما كانت خطوه بصعوبات يا اندرو كمان في ويب اوبس، يعني حصل اللي انت بتحكي لنا عليه ده، احنا اتقلنا مش اي حد يفتح شركه، اتقلنا كمان انتوا مش كويسين كفايه، اتقلنا ان انتوا مش تعرفوا تكملوا كذا مره، حصل لنا احنا مش عارفين نجيب مشاريع تانية ومش عارفين نلاقي ناس تانية محتاجين اللي احنا بنعمله، فكنا هنعدي كل الكلام دوت في اوائل اول سنه ان احنا مش ما يجيلناش مشاريع كفايه، فما كان عندنا ازمات ماليه، كنا فعلا هنفلس اكتر من مره. برضو كنا عندنا مشكله ان انا وحازم جايين من باك جراوند كمبيوتر بقى وكده، ما نعرفش اي حاجه على الاداره ولا حاجه، وده يخلينا برضو نقول ان مؤتمر الشباب برضو ساعدنا جدا ان احنا نكون بنعرف ما هي الاداره والكلام ده كله. بس اول سنه دي بتبقى اساسيه في ان احنا نقوم، يعني عادي جدا ان انت تقع، عادي جدا ان انت تفشل، ده اهم حاجه ان انت تفشل، بس تفشل بسرعه وتقوم بسرعه وما تيأس، خليك مثابر، عشان كل ما انت هتقوم بسرعه هتتعلم، ده انا المره اللي فاتت حصل لي كذا، لو تعرضت لموقف زيه بعد كده مش هتقع، زي الطفل بالظبط. أكيد زي الطفل، يعني الفشل هو سبب النجاح، هو سر النجاح، سر النجاح، سر النجاح. وأنا متأكد بقول كده عن تجربة،
وحازم اكيد يعني مقتنع معايا. هو الفكره ان الواحد لما بيعمل حاجه غلط دايما بيكتشف الناحيه دي الطريق ده غلط فانا محتاج اغير اتجاهي. هي الفكره كلها ان انت لما تعمل مشكله او يحصل او تقع في مشكله او تعمل حاجه غلط ما تقولش خلاص انا كده هغير اتجاهي تماما مش في حته تانية خالص بقى اوقف المشروع يعني بقى وادور على وظيفه تاني بالظبط لا هو الفكره كلها ان انت تشوف ايه الغلط في اللي انت عملته وازاي تصلح فيه وتشفت نفسك سنه صغيره بس كده عشان تمشي في الطريق الصح. طب انا نفسي اعرف بقى مين الناس المحبطه اللي كانت بتحبطكم يعني مين دول قرايبكم واصحابكم مين يعني يعني ناس عشوائيه من حتت كتير مش بس ممكن واحد متطوع كده جاي يقول لكم كلمتين يعني طب خليك في نفسك يعني سيبنا احنا بنشتغل ويعني خلينا نشتغل يتقال لنا حاجات كتيره ويتقال لنا كلام محبط كتير المهم ان انتوا كملتوا وما وقفتوش بس انا يعني. بشكرهم يعني انا بشكر كل حد احبطني بكل من كل قلبي عشان هو سر برضو ان احنا قلنا لا احنا هنسابر خدت الموضوع بتحدي بقى طب انا هوريك بالظبط بامانه بالظبط على عكس الناس كتير ممكن تستسلم يا رضوى وتقول لا خلاص بقى ده كل الناس بتقول لي مش هينفع مش هكمل فخلاص بقى اسمع الكلام بالزبط. بالعكس يعني انا بشجع اي حد اتقال له انت مش هتقدر انت مش هتعرف لا يسابر وهينال يا رب كده يعني دايما تبقوا فعلا بتدوا للناس رسائل إيجابية مهمة جدا زي اللي بنسمعها منكم دي بس يعني احنا اكيد لسه عندنا كلام اكتر هنكمله معاكم أندرو حازم مستنينكم تشاركوا معانا كمان على 199 وعلى صفحة الراديو 99 قولوا لنا ايه اكتر ابليكيشن على الموبايل فاتكم في حياتكم يلا بينا على الراديو 90 موجودين معاكم ومتحمسين جدا لوجود أندرو خزام وحازم طه مؤسسي ويب أوبس دي الشركة الناشئة اللي بتصمم الابليكيشنز والويب سايتس وتطبيقات الموبايل والكمبيوتر لكل الشركات الناشئة لأي حد عنده فكرة عايز يحولها لابليكيشن ويستخدم فيها التكنولوجيا أندرو حازم بيعملوا كده من خلال ويب أوبس والحقيقة هم معانا وحكولنا عن حاجات كتير وقالولنا رسائل إيجابية مهمة جدا جدا فيعني احنا مستمتعين قوي بصراحه بوجودهم من الحاجات الحلوه كمان اللي انتوا عملتوها انكم شاركتوا في منتدى شباب العالم للسنه الثانيه فتعالوا نتكلم كده عملتوا ايه في المنتدى والفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي احنا السنه دي اصلا عامه كمان كانت احسن بالنسبه لنا من السنه اللي فاتت احنا كنا احنا يعني احنا واحنا المره اللي فاتت كان لينا بوث والمره دي برده كان لينا بوث بس الفكره ان احنا السنه دي عرفنا نحضر شويه سيشنز اكتر اتعلمنا حاجات كتير جدا لما روحنا من السيشنز وخدنا عرفنا ناس اتعلمنا منهم حاجات حلوه جدا فالسنه دي بالنسبه لنا فعلا كانت يعني مثمره جدا يعني كان طلعنا منها بشويه معلومات حلوه قوي كنا عايزين نطبقها جدا على نظام شغلنا وطريقه شغلنا زي ما قلنا في الاول احنا ما كانش لينا بيزنس باك جراوند كبيره قوي اول ما بدانا انما اما احنا واحنا السنه دي اتعلمنا شويه حاجات محتاجين فينا حتى كنا قاعدين مع بعض نتكلم احنا عايزين نعمل ده عندنا احنا عايزين نطبق ده احنا عايزين نشتغل بالطريقه الفلانيه فالسنه دي بالنسبه لنا فعلا كانت مفيده جدا هايل واتكلمتوا بقى في حاجه هل شاركتوا في انكم يعني تقولوا للناس حاجات من الكلام الجميل اللي انتوا بتحكوا لنا ده عن ويب اوبس احنا السنه دي لما قالوا لنا نيجي قبل ما نيجي قالوا لنا انتوا عندكم توك هتتكلموا قدام كل المؤسسين الشركات في حاجه اسمها وورد يوز فورم لابس المهم يعني قالوا لنا انتوا هتتكلموا على نجاح يعني على شركه ويب اوبس ونعرفها وكده وعلى سنه ما بعد نجاح في من المؤتمر ده للمؤتمر ده جميل. حقيقه مؤتمر الشباب هو مفيد جدا على كذا مستوى مؤتمر الشباب يعني غير ان احنا عندنا بوث وبنقابل طلبه كتير لسه في الجامعات عايزين يشتغلوا برضو بنقابل ناس تانية عايزين يعملوا شغل وبنقابل كمان ناس يعني زيكم جمال كده الصراحة يعني مبسوط جدا يعني حتى على المؤتمر تعرفنا على بعض أكيد وأنا كمان جدا بس المرة دي قالوا لنا نتكلم على سنة ما بعد نجاح في المؤتمر دوت فقعدنا نحكي على الشركة وقعدنا نقول التفاصيل بتاعت الشركة بس قلنا جملة غريبة جدا والناس استغربت قوي بعد ما قلنا ان احنا عدينا بصعوبات وان احنا قعدنا نحكي موضوع البيبي والكلام ده كله قلنا لو انت لسه بتفتح شركه جديد الكلام ده مش في الطلبه اللي في الجامعات او اي حد بكلم الناس اللي فاتحين شركات رواد الاعمال رواد الاعمال انه انا اي ريلي دو ويش يو فيري باد لك الناس اتخضت قوي اللي هو يعني اتخضت قوي بنتمنى لهم حظ سيء جدا هو يعني افشلوا افشلوا
والناس اتخضت من اللي احنا بنقوله. ليه بتقولوا بنتمنى لكم حظ سيء جدا وان انتوا تفشلوا بسرعه؟ كان بقول كده عن خبره ان احنا اتعلمنا من الفشل. احنا اي مشروع جديد بنعمله عارفين احنا عايزين نبدا باصغر حاجه ممكنه نقدر نطلعها السوق نفشلها كده ونشوف هتفشل فين. في كل حاجه تفشل فيها عشان الحته اللي هتنجح فيها تنجح فيها جامد. فافشل بسرعه، قوم بسرعه، ما تيأس. هو فعلا سر النجاح هو الفشل السريع. واقتنعوا الحاضرين بقى للتوك، اقتنعوا بكلامك ولا ناقشوك وقعدوا يقوحوا؟ بالعكس، الحاضرين جم قالوا لنا احنا كلمة حلوة قوي وما توقعوش خالص. بيقولوا لنا احنا نتكلم، يعني هم بيقولوا لنا تعالوا اتكلموا عن النجاح، احنا بنكلمهم عن الفشل. الفشل بنقول لهم افشلوا عشان تنجحوا، افشلوا وافشلوا بسرعه وقوموا بسرعه. وبنتمنى لهم حظ سيء جدا ويا ريت الدنيا تبقى خربانه خالص في الاول. بس قصدنا من الاخر من الدنيا تبقى خربانه او كده انه يقع في الحاجات اللي يقع فيها وهو صغير بدل ما يقع فيها وهو كبير ويقع فيها ويتعلم منها فيخسر مبالغ كبيرة. فيخسر مبالغ كبيرة لكن هو صغير لا حاجة يخسرها. يعني الموضوع هيبقى أبسط بالضبط. البيبي لما يجي يقع أضراره مش كبيرة، لكن لما حد كبير بيقع بتبقى مشكلة كبيرة. نفس المشكلة في الشركات برضو. فده اللي هم قالوه لنا، يتكلموا عن النجاح يتكلموا عن الفشل. بس استفدنا فعلا من مؤتمر السنة دي. يعني مؤتمر السنة دي كان بصراحة يعني مفيد بشكل رهيب. وهتعمل كام ابلكيشن بقى من المؤتمر؟ مش عارفين الحقيقة لسه يعني، بس كده شكلهم كتير قوي. ماشي، مبروك عليكم، يا رب بالتوفيق دايما حقيقي. انا يعني عايز اقول انه من وقت ما قابلت اندرو حازم والحقيقة انه لفت نظري جدا قد ايه هم متحمسين، وقد ايه كمان كل الموجودين كانوا شايفين في قصتكم يعني حاجة مختلفة، حاجة مهمة لازم انه تتقال ويتسلط عليها الضوء. والناس قد ايه كانت متفاعلة جدا جدا معاكم ومع وجودكم. فيعني احنا بنحييكم وعايزين نقول لكم بقى يعني انكم كمان تبقوا موجودين في المؤتمر للسنة الثالثة والرابعة. يا مسهل. انا عايز اقول حاجة كمان برضو لاي حد بيبدأ شركة او بدأ شركة وكمل، عمره ما يحس انه وقف في حتة. يعني خلاص احنا مثلا ممكن نكون السنة دي او السنة التانية وداخلين على السنة التالتة وبين الموضوع احسن من السنتين الاولانيين. عمرك ما تكتفي او تقف ان انت ما تطورش. دايما طور، دايما ابدع، دايما ما توقفش انه قول لا خلاص انا تمام. انت عمرك هتوقف تمام، عمرك ما توقف تعليم، دايما كمل. وده حاجة بحسها بصراحة يعني في كل الشباب اللي قابلتها في المؤتمر، حسيت نفس الروح ديت في تقريبا كل الشباب وكل الناس اللي فاتحين الشركات هناك. وحاجة شرفتنا قوي ان احنا نكون الشركة المصرية الوحيدة اللي راحت المؤتمر السنة اللي فاتت والسنة دي، فكانت حاجة جميلة قوي الصراحة. يعني احنا فخورين بيكو جدا ونورتونا النهاردة، وحلقة جميلة وجديدة. وزي ما رضوى قالت من اول الحلقة انه احنا اول مرة نستضيف بقى الشباب اللي بيعملوا الابليكيشن لكل الشباب اللي بيعملوا مشروعات وشركات ناشئة. نورتونا اندرو خزام وحازم طه مؤسسي مشروع ويب اوبس. نورتونا، بنشكركم جدا جدا على وجودكم معنا وانكم يعني جتولنا في يلا بينا ونورتونا في الحلقة دي. مرسي يا جماعة، مرسي، شكرا لكم. شكرا. دي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا وتكونوا فكرتوا كده ايه اكتر التطبيقات اللي فادتكوا في حياتكم يعني وغيرت حاجات في حياتكم، سواء تطبيقات رياضة، تطبيقات تغذية، تطبيقات ليها علاقة مثلا بالصحة وعادات مختلفة. يعني النهاردة كده كنا بنحاول انه نتكلم معاكم في الموضوع ده، فيا رب تكونوا استمتعتوا كمان بحلقتنا وبالكلام الجميل اللي اندرو وحازم قالوه لنا. رغدة كنت مبسوطة ان انا معاكي النهاردة، والاسبوع الجاي حلقة جديدة وهنقول يلا بينا.